لا، احنا واش نقولوا في اللجنه؟ اللجنه يعني واش هي الاسباب والمؤشرات التي جعلت ان هذه الارقام مستقره؟ اولا سي انتو يعني سي الكل، نقول الكل يعني البروتوكول العلاجي والحجر الثاني، الحجر الصحي من اجراءات اللجنه، يعني من صافي بارتي دي ريكومونداسيون تاع الكونفيرس سيانتيفيك. هذا الحجر الصحي يعني ادى دور كبير، يعني لازم نكملوا فيها، نكملوا في الحجر الصحي ولو جزئي، خاصة في الحياة التي يعني وين عندنا دي فوايي. ممكن هذه يعني سبقت قلت باللي هذه يعني ما تعنيش اللجنة. احنا كاللجنة ما نقدروش اليوم نقولوا، اليوم يعني نتابع حصريا كل النتائج، كل الأرقام من السواشين. نقدروا يعني الرأي تاعنا يتبدل من أسبوع إلى آخر، يعني من السواشين إن شاء الله ممكن نعطيو اقتراحات واحد أخرين. اليوم نقول له أن الحجر الصحي مد نتائج مرضية، والبروتوكول العلاجي مد نتائج مرضية، لازم نكملوا في هذا.